بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عناوين، نستعرض فيها وإياكم أبرز العناوين في صحافتنا المحلية والعربية والعالمية. والبداية مع أبرز العناوين: في ذهاب ربع نهائي الكأس الغالية، الرستاق وصلالة في طموح تحقيق إنجاز جديد، ومسقط وصحم في لقاء الآمال الكبيرة. اتفاق رؤساء الأندية على رفض برمجة دوري المراحل السنية. سكر القصيم ضرب الزعيم في الصميم، والأهلي يهدر فرصة اقتناص الصدارة بالتعادل مع النصر. الاتحاد المغربي لكرة القدم سيعلن اليوم هوية المدرب القادم، واسم رينارد يلوح في الأفق. والبلوز في ضيافة الباريسي في حديقة الأمراء في موقعة أوروبية نارية مرتقبة. بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ جولتنا في الصحافة المحلية من مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لكرة القدم، فلا غالب ولا مغلوب، هذا هو العنوان الذي خرج به لقاء السويق والخابورة في مباراتهما ضمن ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقة بعدما انتهى الديربي بالتعادل السلبي. صحيفة عمان غطت المواجهة فعنونت تقول: التعادل السلبي يفرض إيقاعه على لقاء السويق والخابورة، حيث سيطر التعادل السلبي على ديربي الجارين الخابورة والسويق في اللقاء الذي جرى مساء أمس على ملعب المجمع الرياضي بصحار في ذهاب دور الثمانية من البطولة الغالية. وفي مواجهة ثانية تغلب نادي فنجة على مستضيفه نادي النصر بهدف نظيف، سجل هدف المباراة الوحيد نجم نادي فنجة محمد المسلمي من ضربة حرة مباشرة نفذها لاعب المنتخب بطريقة رائعة، ليقطع فنجة نصف المشوار نحو التأهل إلى نصف النهائي من المسابقة الغالية في انتظار مباراة العودة التي ستقام على أرضه وبين جماهيره. بعد الندية والإثارة التي شهدتها مواجهات الأمس، أبرزت صحيفة عمان في صفحاتها الداخلية المواجهات التي سيستكمل بها الدور ربع النهائي من مسابقة كأس جلالة السلطان قابوس لكرة القدم، لتخرج بعنوان قالت فيه: الرستاق يبحث عن الإنجاز أمام صلالة، وصحم يخشى مغامرات مسقط. حيث تختتم اليوم الثلاثاء مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لكأس جلالته لكرة القدم، عندما يخوض مفاجأة الموسم فريق الرستاق مغامرة جديدة في مواجهة صلالة الأخير في دوري عمان تل للمحترفين على استاد السيب الرياضي، وسيكون استاد السيب أيضا مسرحا لموقعة أخرى ساخنة بين مسقط وصحم في خطوة أولى لإعادة الأمجاد والذكريات الجميلة بالنسبة للفريقين، حيث سبق وأن حقق الفريقان لقب هذه البطولة، لكن غيابهما عن الوصول لمنصات التتويج استمر لفترة ليست بالقصيرة، والجماهير الآن متعطشة لمشاهدة فريقها وهو يعود إلى منصات التتويج. بعد أن قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة في اجتماع سابق إقامة مباريات نهائيات دور المراحل السنية الناشئين والشباب والأولمبي من دور واحد بدلا من دورين كما كان مقررا لها مسبقا بسبب زحمة روزنامة المسابقات، إضافة إلى احتجاجات الأندية لعدم إقامة المباريات في منتصف الأسبوع ومطالبتها بأن تقام هذه المباريات في يومي الجمعة والسبت، عمان الرياضي واكب ردود أفعال الأندية حول هذا القرار وخرج بالتحقيق التالي. قال عادل الفارسي رئيس نادي صحم: من القرار صدر بعد انتهاء دور المجموعات، وفي اعتقادي الشخصي أن النظام الجديد يتناسب مع متطلبات ومقترحات الأندية بعد إلحاحها بضرورة تعديل جداول دور المراحل السنية، ولو لم تقم الأندية بممارسة الضغط على اتحاد الكرة لما أقدم الأخير على إجراء تغييرات على الجدول، رغم علم الاتحاد آنفا
بأن الجدول السابق يتنافى مع مصالح الأندية الساعية إلى توفير مناخ عمل ملائم لمراحلها السنية على وجه الخصوص، بالنظر إلى ما تشكله هذه المرحلة من أهمية مضاعفة في تكوين النواة الأساسية المستقبلية أثناء تدرجهم في قطاعات النادي. وعقب يوسف الوهيبي نائب رئيس نادي السيب على الموضوع بالقول: ندرك تمام الإدراك بأن الجدول سيضر باللاعبين على اعتبار أن مستواهم التحصيلي الدراسي سيتأثر بالسلب، وهي نقطة أثارت حفيظتنا، وبالطبع يشاركنا فيها أولياء أمور اللاعبين، فنحن كجهاز إداري لا نسعى لخلق بلبلة أو إيجاد فجوة في العلاقة المتبادلة ما بين الطرفين. وأفصح ناصر الوهيبي رئيس نادي مسقط بالقول: أنا ضد الأجندة المضغوطة والبرنامج المزدحم، ولكن مع إقامة المباريات في إجازات الأسبوع، وأرى أن نظام الدور الواحد عوضا عن الدورين يسبب إشكالية بعض الشيء، لأنه يحد من تكوين أجيال كروية مبدعة، كما أنه لا يمنح اللاعب فرصة الصقل وتطوير المستوى. الشيخ بدر علي الرواس رئيس نادي ظفار قال: أرى أن القرار يخدم مصالح الاتحاد نفسه دون سوى، ولم يخدم الأندية وبالذات أندية محافظة ظفار التي اعتبرها المتضرر الأكبر من القرار. فيما قال المهندس حمد الحاتمي رئيس نادي عبري: أرى أن القرار لم يكن منصفا بالمرة للأندية، بل إنه على النقيض تماما جرى عكس اتجاه تيار رغباتنا وغير البرنامج، محدثا ربكة شديدة لنا أخرجتنا عن نطاق السيطرة على الأمور. وقال الشيخ سيف الخليلي رئيس نادي بوشر: لقد تعرضت الأندية لظلم كبير من جراء القرار التعسفي الذي خرج به اتحاد كرة القدم مؤخرا، ولا أدري لماذا يجني اتحاد الكرة على الأندية بهذه الطريقة، فبدلا من أن يخفف الأعباء على كاهلها فإنه يثقلها ويحملها وزرا فوق وزرها وطاقة فوق طاقتها. بعد الجولة الثانية من المرحلة النهائية لدور الدرجة الأولى، رصدت صحيفة عمان ما أسفرت عنه هذه الجولة من نتائج ومراكز وسط أجواء من الندية والتنافس الشرس بين الأندية، لتكتب في عنوانها تقول: نزوة يقفز للصدارة ورستاق يلاحق، وتراجع جعلان للمركز الرابع، حيث قفز نادي نزوة إلى صدارة دور الدرجة الأولى لكرة القدم بعد الجولة الثانية من التصفيات النهائية عقب فوزه على جعلان بهدفين نظيفين، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، ويلاحقه الرستاق بالرصيد ذاته، إلا أنه يتأخر بفارق الأهداف بعد تعادله السلبي مع السيب الذي واصل مسلسل اقتسام النقاط. وفي مواجهة أخرى حقق نادي عمان فوزه الأول على بوشر بهدفين نظيفين ليقفز إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي تراجع جعلان للمركز الرابع، وأصبح تبادل المراكز سمة الدوري، وتشير التوقعات إلى أن تحدث هناك الكثير من المفاجآت خلال المباريات المقبلة. أزاحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم الثانية السيزم لكرة القدم لعام 2017، أزاحت الستار عن شعار البطولة بعد الإعلان الرسمي وتوقيع الاتفاقية لاستضافة السلطنة للنسخة الثانية مطلع العام القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بنادي الشفق. صحيفة عمان تابعت فعنونت تقول: السلطنة تستضيف النسخة الثانية لبطولة كأس العالم السيزم يناير 2017، وتعد بطولة كأس العالم الثانية السيزم هي التي يشرف عليها المجلس الدولي للرياضة العسكرية حدثا استثنائيا ومهما تستضيفه السلطنة العام القادم خلال الفترة من 13 حتى 29 من يناير 2017. وقد تم منح السلطنة استضافة هذا الحدث بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول التي قدمت ملفات الاستضافة، وأقر خلالها المجلس الرياضي العسكري في اجتماعه الأخير على أحقية استضافة السلطنة لهذه البطولة بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها، بالإضافة إلى ما قدمته من نتائج إيجابية خلال النسخة الأولى وتنظيم جيد في استضافة تصفيات القارة الآسيوية، والتي حصلت على إشادة كبيرة من قبل المجلس الرياضي العسكري.
إلى عالم الدراجات الهوائية، حيث انطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من طواف عمان 2016 من أمام مركز عمان الدولي للمعارض بولاية السيب، لتختتم الجولة أمام مبنى محافظة مسقط ظهر اليوم. صحيفة عمان تناولت خبر الانطلاقة فعنونت تقول: اليوم انطلاق المرحلة الأولى لطواف عمان 2016، حيث سينطلق اليوم طواف عمان من أمام مركز عمان الدولي للمعارض بولاية السيب في مرحلته الأولى، ويستمر إلى غاية 21 من فبراير الجاري، ولمسافة إجمالية تقدر ب 914 كيلومتر. وقد أصبح الطواف الحدث الأبرز على مستوى الفعاليات الرياضية في السلطنة لهذا العام 2016، والحدث الأهم الذي يحظى بتغطية إعلامية شاملة. وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس عن التعاون الوثيق مع اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات من خلال القيام بفحص مبكر للمنشطات قبل انطلاق كل مرحلة، حيث سيتم إرسال العينات إلى مختبرات دولية للتأكد من خلو المتسابقين من أي منشطات، كون السباق ينضوي تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات. بعد ترقب وطول انتظار، أطلقت بالأمس القوارب أشرعتها مع الرياح بعد حفل الافتتاح الرسمي للطواف العربي للإبحار الشراعي في نسخته السادسة 2016. صحيفة عمان غطت فكتبت في عنوانها تقول: تنافس كبير في افتتاح الطواف العربي للإبحار الشراعي في نسخته السادسة، حيث شهد الانطلاق في أول السباقات في إمارة دبي منافسة حامية بين هذه الفرق على النقاط، وجاءت هذه المنافسة بين أقوى البحارة في العالم. وسيكون يوم غد السباق في مرسى أبوظبي على أن تفرد القوارب أشرعتها نحو العاصمة القطرية الدوحة، وسيصل البحارة إلى الدوحة يوم السبت المقبل بعد قطع 160 ميلا بحري، على أن تجرى منافسات سباق المرسى في الدوحة يوم الأحد المقبل. ويطمح قارب السلطنة الموج مسقط إلى مواصلة الإنجازات، وجاء توجه الموج للتواجد في هذه النسخة لما لها من أهمية وتسليط كبير من وسائل الإعلام الخليجية. وفي عالم الفروسية تألق منقطع النظير تعيشه الخيال السلطانية في المشاركات الخارجية بعد أن أحرزت هذه المرة الفرس ورود المركز الأول في سباق الخيول العربية في فرنسا. صحيفة عمان أبرزت هذا الإنجاز فعنونت تقول: ورود للخيالة السلطانية تتوج بلقب سباق الخيول العربية بفرنسا، حيث فازت فرس الخيالة السلطانية ورود بالمركز الأول في السباق الذي أقيم في مضمار باو بالجنوب الفرنسي في الشوط المخصص لمربي الخيول العربية الأصيلة ضمن سباق بري ماجيكان بفرنسا. وقد بلغت مسافة الشوط 2000 متر وتنافست فيه عدة خيول، وجاء بالمركز الثاني الحصان المحظوظ المملوك لنادي الشقب القطري، وفي المركز الثالث الحصان غضنفر الخالدية المملوك لاستبلات الخالدية بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر الفرس ورود من إنتاج الخيالة السلطانية، وهي تثبت قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة في السباقات الدولية. ويعد هذا السباق من السباقات الدولية المعروفة وله أهمية في أوساط جهات السباقات المختلفة في العالم، وهو سباق مخصص للخيول العربية الأصيلة. وفي عالم أم الألعاب، سيشارك منتخب ألعاب القوى في منافسات البطولة الآسيوية السابعة لألعاب القوى داخل الصالات للرجال والنساء التي ينظمها الاتحاد القطري للعبة لمدة 3 أيام داخل سباير، بمشاركة ما يقارب من 600 رياضي ورياضية يمثلون 37 دولة، تنطلق يوم الجمعة المقبل. صحيفة عمان رصدت مشاركة السلطنة في البطولة وخرجت بعنوان تقول فيه: القوى يشارك في البطولة الآسيوية داخل الصالات، وسيمثل السلطنة في هذه المنافسات كل من بركات الحارثي وخالد الغيلاني ومزون العلوية وهناء القاسمية. بدورها عقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة دحلان الحمد رئيس الاتحادين القطري والآسيوي لألعاب القوى اجتماعها الرابع والأخير بمقر الاتحاد، واطمأن الحمد على سير الأمور وجاهزية اللجان،
ومن المقرر أن تقام مراسم حفل الافتتاح الرسمية عصر يوم الجمعة المقبل، يليها مباشرة انطلاق المنافسات الرسمية. فاصل مشاهدي الأحباء، ومن بعده نبدأ جولتنا في الصحافة العربية. ذلك عن منبهنا جنباتي ملحقه الرياضي قائلا: الشوط الاول مثير، شاهدنا التفاصيل الحاضره معك في ارضيه 4-2-3-1، لكن اعضاء فريق المكتب قال واذا ضيوفنا في الحدث سباحي 25 سنه اكيد برنامج صدر الجماهير برنامج هذا الحكام يبالها معاد التأمين الاتحاد هالمره لعب أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا في الصحافة العربية من المملكة العربية السعودية، حيث تغلب التعاون على الهلال بهدف دون مقابل في افتتاح الجولة 17 للدور السعودي لكرة القدم. جريدة الأندية السعودية غطت فكتبت تقول: آخر حلاوة، حيث سجل هدف التعاون محترفه الكاميروني بول إيفولو من ركلة جزاء عند الدقيقة 22، وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى 34 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الهلال عند النقطة 40 وبقي في المركز الأول. كما غطت الصحيفة قمة الجولة بين النصر والأهلي والتي جرت على استاد الملك فهد الدولي لتخرج بعنوان قالت فيه: تعادل عادل. حسم التعادل إيجابي بهدف لكل فريق، أحرز للنصر البرازيلي ماركوينوس بينما للأهلي ماركينو. بهذه النتيجة بقي الأهلي وصيفا برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، بينما النصر في المركز السادس برصيد 23 نقطة. أعلنت نتائج لجنة النظر في قضية نادي الاتحاد والمدافع سعيد المولد ومخاطبة الفيفا التي تبناها اتحاد الكرة السعودي. جريدة الرياض السعودية خرجت متسائلة عن سرعة البت في هذه القضية، في حين أن قضايا عدة لا تزال في أدراج اتحاد الكرة. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من الصحيفة. قضية مخاطبة اتحاد الكرة الفيفا وتبنيه مفردات استخدمها نادي الاتحاد في أوراقه الرسمية ليست أمرا عابرا، بل تستدعي مساءلة الاتحاد عن نفسه عن طريقة خروج أوراق رسمية ومخاطبات عن طريقه، وهو الذي يعد مظلة جميع الأندية السعودية إلى الفيفا عبر موظف بسيط من دون أن تمر على جهات أعلى للتدقيق والمراجعة، ومن ثم اعتماد إرسالها إلى المنظمة الدولية. هل هذا حدث فقط في قضية سعيد المولد أم أنه يحدث بشكل اعتيادي؟ وهل كل موظف يستطيع مخاطبة الفيفا أم أن خالد شكري وحده يملك هذه الصلاحية باعتباره مسؤول نظام TMS، فضلا عن نفوذه كونه السكرتير السابق للجنة الاحتراف؟ لا تبدو خطوة اتحاد الكرة مفهومة، وهو يعتذر من الأهلي في وقت سابق ثم يعود ويلقي باللائمة على خالد شكري الذي نفى علاقته بالموضوع في أكثر من مناسبة، في حين أن استخدام الأوراق الرسمية لأعلى جهة مختصة بنشاط كرة القدم في المملكة وتبني مثل هذه المفردات من دون الإشارة إلى أنها تمثل نادي الاتحاد يعد اختراقا لاتحاد الكرة. وما يستحق الإشارة هو عدم تشكيل اتحاد الكرة أي لجنة أو اتخاذ أي إجراء تجاه هذا الخطأ الفادح قبل الشكوى التي تقدم بها الأهلاويون وتصعيدهم للقضية في معظم المنابر الإعلامية. وهنا يحق للمتابع أن يتساءل عن دور اللجان القانونية ودور أمانة اتحاد الكرة في تنظيم العمل داخل المنظومة وإجراء تحقيقات داخلية كإجراء استباقي، وهو ما يتم في جميع الكيانات الرياضية المحترفة. من الواضح أن قضية المولد ومخاطبة اتحاد الكرة للفيفا تحمل في طياتها الكثير من الأسرار التي لم تكشف بعد،
لكن من حق الشارع الرياضي أن يطرح مثل هذه الأسئلة وأن يبحث عن الحقيقة كاملة دون إخفاء أي من جوانبها، والتي ربما تكشف الإلقاء باللائمة على موظف بسيط واعتباره كبش فداء لخلل في المنظومة كاملة. رفعت الإمارات مقترحا جديدا يقضي بالتسهيل على أندية غرب آسيا المشاركة في دور الأبطال بهدف تعديل روزنامة البطولة القارية 3 مواسم، خاصة بالنسبة لمواعيد دور المجموعات. جريدة الاتحاد الإماراتية تابعت الموضوع فعنونت تقول: طلب إماراتي بتعديل روزنامة دور أبطال آسيا حتى 2018، حيث يتضمن المقترح تقديم مباريات دور الأبطال لمدة 24 ساعة لتقام الاثنين والثلاثاء بدلا من الثلاثاء والأربعاء، مما يوفر فرصة أفضل لإقامة مباريات الدور المحلي في أيام نهاية الأسبوع، بحيث تقام الجمعة والسبت، وفي بعض الجولات تقام على 3 أيام، بينما تكون مباريات دور الأبطال منتصف الأسبوع تماما، بما يتيح انتظام المسابقة المحلية بشكل أمثل. حقق الحالة فوزا مهما على الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن ختام الأسبوع 11 من الدور البحريني لكرة القدم. جريدة الأيام البحرينية حضرت المباراة فكتبت تقول: كان عند ريش لكن نتفوه الخفافيش. بالفعل عنوان جميل جدا. يشهد الشوط الأول لم يكن يشهد فرصا حقيقية من الهجمات المنظمة، واستعاض الفريقين بالركلات الثابتة لصنع الخطورة، وسجل هدفي الحالة كل من اليمني محمد فؤاد عند الدقيقة 8 والبرتغالي توريس عند الدقيقة 54، فيما سجل الفلسطيني عماد زعتر هدف الأهلي الوحيد، وبذلك رفع الحالة رصيده إلى 13 نقطة وتقدم للمركز 8. أما الأهلي فتجمد رصيده عند النقطة 11 متراجعا للمركز 9. تحت شعار كرة القدم العالمية إعادة تعريف، إعادة هيكلة، إعادة تنشيط، قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برنامجا متكاملا في إطار حملته الانتخابية نحو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي ستقام يوم 26 من فبراير الجاري. تفاصيل أكثر نتابعها عبر هذه القراءة في صحيفة أخبار الخليج البحرينية. يتضمن برنامج الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رؤية شاملة لمسيرة يتوقع أن تحقق النقلة النوعية المطلوبة لبيت الكرة العالمية عبر محاور متفرعة تلتقي جميعا في هدف واحد، وهو التطوير الشامل للعبة والنهوض بمختلف جوانبها وإعادة الهيبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فضلا عن إعادة رسم صورة مغايرة لدور الفيفا، بما يسهم في استعادة السمعة الطيبة لهذا الكيان عبر تعزيز مفهوم العمل المؤسسي المبني على أفكار خلاقة وإبداعية ستجعل من كرة القدم لعبة تمثل الشغف الحقيقي، كما هو حال عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع. ينطلق برنامج الشيخ سلمان الانتخابي عبر التركيز على أهداف أولية أبرزها تبني دور غير تنفيذي يركز على تمكين الموظفين المهنيين لإدارة الأنشطة اليومية بقيادة رئيس تنفيذي يؤدي مهامه طبقا لأفضل الممارسات، مع العمل على الفصل بين الأنشطة الكروية والسياسة والفصل بين المهنيين والساسة. وبحسب برنامج رئيس الاتحاد الآسيوي بات واضحا أن تطوير رياضة كرة القدم سيكون هو النشاط الأساسي للفيفا، كما سيكون هو أهم أولوياته كرئيس للفيفا، وذلك بالعمل على إدارة الفيفا كمنظمة مهنية وليست سياسية تركز على تطوير رياضة كرة القدم والارتقاء بالاتحادات الوطنية التي سيتم زيادة الاهتمام بها إلى حد أعمق. ويتطرق البرنامج الانتخابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تعد التجمع الأهم والأكبر في سلسلة بطولات الاتحاد الدولي ومحط أنظار واهتمام العالم بأسره، وحول هذه النقطة يتحدث البرنامج عن زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم، وهو ما سيساعد بالتأكيد على تطوير رياضة كرة القدم في العالم. ويؤكد الشيخ سلمان بن إبراهيم في هذا الإطار
على أنه لا يجوز استخدام ذلك الأمر كأداة لأغراض انتخابية، لذا يجب دراسة مسألة عدد المنتخبات في كأس العالم وتقييمه ضمن إطار من المشاورات الشاملة مع الاتحادات القارية والوطنية والأندية ومختلف الجهات المعنية لكرة القدم العالمية، وذلك قبيل اتخاذ أي قرار يخص رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم. وإلى الأردن، حيث استعاد الأهلي ذكرياته المشرقة يوم أمس بعد أن تخطى منافسه التقليدي الفيصلي نحو نهائي كأس الأردن، فارضا التعادل السلبي في لقاء إياب الدور قبل النهائي. جريدة الرأي الأردنية واكبت المباراة فعنونت تقول: عودة للتاريخ، حيث استثمر الأهلي فوزه ذهابا بهدف مهاجمه ماركوس رغم محاولات الفيصلي بالتعويض، حيث قدم الأزرق مباراة مميزة على المستوى الهجومي، إلا أن منافسه نجح دفاعيا وحال دون الوصول إلى شباكه، ليضمن بالتالي العبور ليلاقي شباب الأردن في المشهد الختامي الذي كان قد فرض التعادل السلبي على الجزيرة بعد أن فاز ذهابا بهدف نظيف. كشفت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني خوخي سامباولي مرشح للتدريب بقوة في قطر خلال المرحلة القادمة. جريدة الوطن القطرية تابعت فكتبت تقول: سامباولي مرشح للخوية، حيث علمت جريدة الوطن بأن سامباولي ستكون محطته الأولى مع نادي الخوية بداية من الموسم القادم، خلفا للجزائري جمال بالماضي الذي ربما لا يستمر مع الفريق. ويعد سامباولي من أفضل المدربين العالميين في الوقت الحالي، وقاد منتخب تشيلي للفوز ببطولة كوبا أمريكا عام 2015 لأول مرة في تاريخها في إنجاز فريد، كما قاد الفريق أيضا للمشاركة في كأس العالم بالبرازيل 2014. خاطبت وزارة الخارجية الكويتية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بناء على كتاب تلقته من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، تضمن خارطة طريق وضعها القياديون الرياضيون ردا على خارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الأممي الألماني ويلفريد ليمكي. مزيد من التفاصيل نقرأها لكم من جريدة الرأي الكويتية. علمت الرأي أن خارطة الطريق الكويتية تتضمن التأكيد مجددا على أن القوانين المحلية لا تتعارض مع المواثيق والنظم الدولية، وأن لا تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي. وأكد الرد على أن هناك سوء فهم لدى المنظمة الدولية في تفسير عدد من المواد المنصوص عليها في القوانين، نقلها عن قصد أشخاص لهم علاقة بتفاقم أزمة الإيقاف ولهم مصالح في الإبقاء على القوانين القديمة التي ترسخ هيمنتهم على الرياضة. وأشار الكتاب الموقع من الوزير الحمود إلى أن الحكومة على استعداد دائم لتوضيح اللبس، وأن بابها مفتوح لأي حوارات هادفة تؤدي إلى إزالته دون ضغوطات أو إذعان لأي طرف، بما يحفظ للدولة كرامتها وسيادتها. وتوقع الوزير في كتابه أن يتعاون الجانب الدولي، سواء هيئة الأمم المتحدة أو اللجنة الأولمبية الدولية، مع الجانب الكويتي في هذا المجال بما يخدم مصلحة الرياضة. وعلى صعيد التحركات الموازية لرفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية صادر من الاتحاد الدولي في أكتوبر الماضي، يبدأ اليوم الوفد البرلماني الشعبي الذي يضم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عبدالله المعيوف ومقرر اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي ونجوم الكرة السابقين، جولة مكوكية تبدأ في البحرين وتنتهي الخميس لحشد الدعم والتأييد الهادف لمنع تصويت غالبية 3/4 أعضاء الجمعية العمومية الكونغرس للاتحاد الدولي في 26 من فبراير لتأكيد قرار الإيقاف. على صعيد آخر، أجلت المحكمة الكلية أمس القضية المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة الطائرة إلى 21 من مارس المقبل بناء على طلب الدفاع. معلوم أن الدعوة مرفوعة من الهيئة ضد الأولمبية الدولية وأربعة اتحادات تسببت في إحداث أضرار بالرياضة الكويتية بسبب الإيقاف، وطالبت فيها الهيئة بتعويض مؤقت قدره 5000 دينار يمكن أن يتضاعف أضعافا كثيرة في حال صدور حكم نهائي.
وكانت المحكمة الكلية أجلت النظر في القضايا المرفوعة ضد الأولمبية الكويتية واتحادي كرة السلة والسباحة، وتحدد 18 من فبراير موعدا للنظر في الدعوى ضد اتحاد كرة القدم. وإلى آخر أخبارنا في الصحافة العربية والتي نختتمها من المغرب، حيث أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الجديد لأسود الأطلس. جريدة المنتخب المغربية تابعت الموضوع فعنونت تقول: الجامعة تحدد موعد تقديم الناخب الوطني الجديد، حيث كشفت بعض التقارير الخاصة أن أجر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي الجديد الذي تعاقد معه الاتحاد خلفا للزاكي قد يصل حوالي 70,000 دولار، عكس ما تم الترويج له في وقت سابق والتي تم تحديده في 50,000 دولار فقط. ومن المرجح بشكل كبير إشرافه على 3 منتخبات دفعة واحدة، ويتعلق الأمر بالمنتخب الأول والمحليين بالإضافة إلى الأولمبي. ومباشرة مشاهدي الأحبة نبدأ جولتنا في الصحافة العالمية من بريطانيا، حيث تعود عجلة مسابقة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران للمرة الأولى منذ نحو شهرين بقمة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي. صحيفة الديلي ميل أبرزت المواجهة فعنونت تقول: إبراهيموفيتش ضد إيفانوفيتش، سيلفا ضد كوستا، المعارك الكبرى التي ستحدد اشتباك من الوزن الثقيل. وقالت الصحيفة: تشيلسي سيكون في اختبار صعب عندما يرحل لملاقاة أثرياء باريس في حديقة الأمراء ضمن أولى مواجهات الدور الثاني للمسابقة الأغلى أوروبياً. وذكرت الديلي ميل: زلاتان إبراهيموفيتش قائد الفريق سيسعى للانتقام بعد حادثة الطرد التي تعرض لها في مقابلة الكلوز الأخيرة، ولكنه سيصطدم بالصربي إيفانوفيتش. وفي المقابل يسعى المدافع البرازيلي تياغو سيلفا إلى إيقاف زحف اللاعب المشاكس والمتوهج مؤخرا دييغو كوستا. سكب نجم تشيلسي إيدن هازارد المزيد من الزيت على نار الشائعات التي تربطه بالخروج من تشيلسي الصيف المقبل، مؤكدا أنه منفتح على فكرة الانتقال للأندية التي تنافس على دور الأبطال. صحيفة الميرور وعبر غلاف عددها الصادر اليوم الثلاثاء أبرزت تأثير تصريحات هازارد الأخيرة على معقل تشيلسي، حيث قام هيدنك بتوجيه التحذيرات للنجم البلجيكي. أهم ما قاله الهولندي نقرأه لكم من الصحيفة: تحدث الهولندي جوس هيدنك مدرب تشيلسي عن التقارير التي ربطت بين لاعبه البلجيكي إيدن هازارد وبين نادي باريس سان جيرمان. وكان الدولي البلجيكي قد قال في مقابلة له مع أحد وسائل الإعلام الفرنسية: من الصعب أن أقول لا لباريس سان جيرمان، كما هو الحال مع جميع الفرق القادرة حاليا على الفوز بدوري أبطال أوروبا. الفوز بدوري أبطال أوروبا يشكل أولوية بالنسبة لي. ويرى المدرب الهولندي أن الدوري الفرنسي ضعيف بالمقارنة بقدرات هازارد الذي يجب أن يتواجد في أقوى الدوريات التنافسية على مستوى العالم. وقال هيدينك في تصريحات للصحفيين على هامش مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في ذهاب دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يسعى لأن يكون واحدا من أكبر الفرق في أوروبا، أنا أفهم ذلك. وأضاف: لكن المنافسة هنا مختلفة، هم الآن في الصدارة، أعتقد أن الفارق 24 نقطة، هذا لا يعني أن الدوري سيء هنا. واختتم: بالنسبة لي اللاعبين الكبار يجب أن يتواجدوا في الدوريات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني والدوري الألماني. وفي البرتغال سيكون ملعب النور في لشبونة مسرحا لقمة نارية ثانية بين بنفيكا حامل اللقب عامي 61 و62 وزينت سان بيترسبورغ. صحيفة أبولا البرتغالية أبرزت المباراة في عنوان يقول: بنفيكا أشباح الصيد، حيث هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة والثانية على التوالي
بعد الأولى في الدور ذاته عام 2012 وكان التأهل من نصيب الفريق البرتغالي، والثاني الموسم الماضي في دور المجموعات وخرج الفريق الروسي فائزا. ويسعى بنفيكا إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام غريمه التقليدي بورتو بهدفين لهدف السبت الماضي في الدور المحلي. ويحاول بنفيكا استغلال ابتعاد زينت عن المنافسات الرسمية كون الدوري الروسي موقوفا منذ شهرين بسبب فترة التوقف الشتوية. إلى إسبانيا، فقد سلطت صحيفة آس المقربة من أسوار النادي الملكي سلطت الضوء على المواجهة النارية المرتقبة التي تجمع ذئاب روما أمام ريال مدريد في أولى مباريات زين الدين زيدان كمدرب مع المرينجي، لتخرج الصحيفة بعنوان قالت فيه: روما تخشى تأثير زيدان، حيث يخوض زيدان في دور 16 من دوري الأبطال مواجهة صعبة ضد فريق سباليتي بملعب الأولمبيكو في نادي العاصمة الإيطالية. وأشارت الآس إلى أن روما يخشى تأثير زيدان على الريال، والذي قد ينتج عنه تحقيق الانتصار المدريدي في مواجهة الغد التي يطمح نادي العاصمة الإيطالية أن تنتهي لصالحه لقطع نصف المسافة نحو الدور المقبل من البطولة. وعرجت الصحيفة إلى تصريحات سباليتي مدرب روما الذي أكد إلى أن زيدان لديه احترام الجميع وهذا يساعده في مهمته. وصلنا بكم مشاهدي الأحبة لفقرة الكاريكاتير والتي اخترناها لكم من جريدة الأيام البحرينية. ونختم مشوارنا لهذا اليوم بجولة في عدسة الصحافة. لكم مشاهدي الأحبة على حسن وطيب المتابعة، وتذكروا دائما وأبدا أن العالم آلة تصوير، ابتسموا من فضلكم، في أمان الله.